طيب الوظائف القيادية في القطاع مثلا كان من ضمن الوظائف لمدير التسويق على سبيل المثال، البعض يشوف ربط بنسبة توطين الوظائف القيادية بالوظائف الأخرى، يعني نعرف أنه أقل دائما عدد الوظائف القيادية، لكن أثرها كبير في دعم التوطين لما نوطن الوظائف القيادية التسويقية، أكيد حيكون لهم دور في توطين حتى كل الوظائف المنبثقة منها في قطاع التسويق. صحيح بلا شك، يعني اليوم توطين مهن مدير واختصاصي تسويق ومدير الدعاية والعلاقات العامة هذا أمر مهم، وبالتالي احنا نقوم فقط يعني بحصر المتخصصين في هذا الجانب واللي لهم خبرة وأيضا أعداد الباحثين عن العمل، فلا يصح اليوم أن أنا أوطن جميع الوظائف القيادية ولا أجد المتخصصين واللي يملكون الخبرة يعني بشكل كبير جدا، وبالتالي احنا قمنا بحصر المتخصصين والخبراء في هذا الجانب، وايضا عملنا بالمواءمه مع القطاع الخاص، لذلك ظهرنا فقط بهذه الوظائف، وان شاء الله باذن الله بشكل تدريجي احنا نراقب سوق العمل وبحول الله ان شاء الله القادم افضل. وفقط يعني ختاما في هذا الجانب اسمح لي ولا خالد. اسلم تفضل. عندك خاتمه اخيره بس قبل ما اودعك؟ اي يعني ختام حقيقه في هذا الجانب اليوم يعني احنا على يقين تام حقيقه انه هذا القرار اثره ايجابي بلا شك وهو اعلى من المتوقع، وهذا ما شاهدناه خلال الرقم اللي ذكرته 5000 خلال شهرين، لن يعكس هويه السعوديه وثقافتها الا شبابنا السعوديين والسعوديات القادرين على الابداع بدون اي منافس لابراز الهويه السعوديه في كافه المجالات بحول الله. شكرا لك اخوي سعد. بس سعد لما يصير القرار حيسري ان شاء الله في شهر شوال، لما يصير القرار سيكون الزامي؟ ها بلا شك راح يكون الزامي وراح يطبق جدول المخالفات والعقوبات المقابله لها على كافه المنشآت التي لا تلتزم بهذا القرار.